على الطالب نروح النوم، أدخلوني. الفتاة لونا، ماذا تفعلين هنا؟ سأخبركم إذا سمحتم لي بالدخول. بحقك أيها الزاح، إنها يستحسن ألا تكوني تدبرين مكيدة أيتها الفتاة. إنه روميو، لقد سرق مغناطيسي القمري وهرب إلى القمر، وأحتاج إلى مساعدتكم للعودة واستعادته. إلى القمر؟ لا أعرف يا رفاق. إلى صاروخ المقر. واو، انظروا إلى النجوم هناك. أنت محق يا روبوت الأبطال، ولكننا وعدناها بالمساعدة. وأخيراً، والآن لنذهب للنيل من روميو. كن حذراً أيها القط، ما زلت غير متأكد بشأن الثقة بها. هناك تميمة بالقرب منك، تفقدها. هذا حائط مرتفع، استخدم قفزة القط الخارقة للقفز فوقه. عمل رائع. علي الاعتراف يا سيدي أن هذه إحدى أفضل خطط هنا. بالطبع، بمساعدة قوى كل تلك الصخور سأتمكن أخيراً من السيطرة على العالم. ومن المستحيل أن تكون الحشرات بملابس النوم قد تبعتنا إلى هنا. عمل رائع. هذا حائط مرتفع، استخدم قفزة القط الخارقة للقفز فوقه. بسرعة أيها القط، استخدم أذني القطة خاصتك لمعرفة الطريق الذي سلكه روميو. أذنا القط. أعرف إلى أين ذهب.
حان دورك أيتها البومة. الباب يتحرك بسرعة للغاية. على أحدهم العبور إلى الجانب الآخر والضغط على الزر لإبقائه مفتوحاً. سرعة القط الخارقة. شكراً. تميمة بالقرب منك، تفقدها. عمل رائع. سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. سنصعد إلى الأعلى أيها الزاحف. لنتابع طريقنا، إنهم أمامك. يظهر الكمبيوتر تميمة بالقرب من هنا، تأكد من العثور عليها. تابع جمع الجواهر بينما تتسلق الحوائط للأعلى والأسفل. جمع الجواهر بينما تتسلق الحوائط للأعلى والأسفل. أحسنت. هناك شيء يسد الطريق، ولكن لا يمكنني العودة الآن. عضلات الساحقة الخارقة؟ لا شيء يصعب على الزاحف فعله. جمع الجواهر بينما تتسلق الحوائط للأعلى والأسفل. استمر، علينا الإمساك بروميو. Thank you.
روميو، عيد إلي المغناطيس القمري. الأبطال بلباس النوم والفتاة لونا. يا إلهي، أصبح المكان مزدحما هنا. رائع، مغناطيس القمري. لا أعتقد ذلك، أحتاجه لاستخراج بلورات القمر الجميلة هذه لننهي الأمر سريعا. قفزة القبض الخارقة. ريش البومة. عضلات الجاشفة الخارقة. والآن بفضل كل بلورات القمر تلك التي جمعها روميو، يمكنني أخيراً القيام بهذا. روبوت الأبطال، افتح لها الباب. نخزنها؟ لا أعتقد ذلك. بالحقيقة أظنني سأحتفظ بها، هذا ما يجب فعله بعد كل ما تكبده روميو من عناء لجمعها. ولكن إذا كنتم تريدون العودة إلى المنزل بشدة فدعوني أساعدكم. ماذا؟ الفتاة لونا. فلتحيا الفتاة لونا، لأنني فزت اليوم على القمر.